كتشبع كتشوفهم لاعبين فوالا كتشوف حاتم عمر خرج ديسك لعيباش مي باش عرفوا الدراري على قبل المنتخب زدنا للطوق ديو لا كوب نخرج جينا داو والله شر خرج شي ديسك بالله. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم دائما في مدينه جاونداي. اليوم معنا واحد الضيف خاص والعشير ديالو معنا طه الملقب بطوطو. طه مرحبا بك. السلام عليكم فامي صباحكم كلشي مزيان. شوف انا كريم قدموا لي انت. نقدم لكم كريم والدراري كريم وعشيرس. ماي عشيرس از ماي عشيرس كومينغ وذ مي تو ذا ياوندي عشيرس ستريمر الدراري كريمو ستريمر مومبر بي ان جي داخل في لاضيا ديال الكراندي طوطو الموسيقى ديال الكراندي طوطو من الناس اللي كيحكموا عليها في الكوزينه سي كريمو يدير لكم التقديم ديال الكراندي طوطو. دابا انت قدمو هو الدراري شنقول لكم معكم طه الفحصي قلب بالله كنقولوا هنايا دري رابور انا خوتي فهمتي كنشوفو ابا رابور صاحبي خويا شوف انا كنت فان راكم عارفين دابا فان في الصحافه ديالكم الله يعطيكم الصحه القديم وهذا دامي خويا طه نبدا بك الرحله تجيتي لياوندي باش تشجع المنتخب كي كانت الرحله ديالك؟ الرحله كانت طويله تلاتة ديال لي زيسكال درنا داكار لومي لومي لاغوس لاغوس ابوجا ابوجا ياوندي طولنا شويه في ديك الطياره. انت اصلا ما قالك كنتي في السنغال ياك ما جيتيش من المغرب؟ داكار لا كنت في داكار باسكو دابا انا عايش في داكار ما بقاش عايش في المغرب. ترونكيل ولفتي لافريك داكار بخير برو. انا داكار ما عرفتش علاش جاتني داكار بحال كازا شويه جاتني داك لابلينا فوالا جاني داك العيد ديال كازا تما فهمتيني كازا شحال هذيك ديال والله عجبتني داكار وعجبني الجو عجبني كل شيء ابخي الواحد خصو يخرج يقلب على راسو شويه فهمتيني تشوف وتبع طرف خبز اخويا طه في مكان طرف خبز يتبعو في مكان بيان سور عاوتاني حنا ماشي على قبل سيتي با فورسيمون طرف الخبز اللي خلاني نمشي لداكار زعما نعيش في داكار تعيش اكسبيريونس جديده في حياتك سيتي فوالا وفهمتي باسكو كوتي 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 طرف الخبز انا راه بخير في المغرب زعما جو بونس الحمد لله راني فهمتي جو بونس سيتي جوست سبيريتويل سي بيرسونيل سي ما نعرفش كيفاش نشرح لك مشيت على قبل الكونسير تما ريح شي يومين وانا صافي ديسيدي ديال الشير ما كيفرقكش لا كريم لحق عليا كريم كان ديجا في المغرب والواحد من صحابي اللي لحق عليا فهمتيني وما ما حتى انا الدراري عاطرهم فهمتيني زعما الحدود مسدودين كذا ما عندهم كيديروا مي الواحد اللي خدا بحالي الريسك هو كريم فهمتيني جا حتى هو قال عشير نسولوك انت السفيره واش كانت طويله ما كانش طويله اولا مشيتي عند العشير في السنغال عاد جيتو هنايا لياوندي اش نقول لك اخويا من المغرب لداكار زعما كان ترونكيل كان فول سبيسيال ثلاثه السوايع عاد وصلت لداكار ولكن برو فاش جيو الكاميرون اخويا صراحة الله تعذبنا شي شوية اننا شجعاء من الناس رجولة كنا هذيك اصاحبي المهم ما عليناش خويا كان ليسكال الاولاني شجعان كان ليسكال الاولاني في طوغو الثاني اخويا في نيجيريا ياك ضربنا جوج الاسكال في نيجيريا ضربنا لاغوس ابوتش كانوا جوج ومن بعد عاد وصلنا اخويا لياوندي صاحبي راه باش شي حالتنا فاش يلاه وصلنا الدراري خص الناس اخويا شو كله على قبل المنتخب قولها لهم على قبل المنتخب بيان سور على قبل المنتخب وباش تعرفوا الدراري على قبل المنتخب زدنا للطوغو الطوغو بعدا جوج الحوايج كنت كنسمع فيهم الطوغو التربيع المواطن لا التاريخ والجغرافيه والاخبار هادو هما جوج البلايص اللي كنسمع فيهم على قبل المنتخب مشيشو فوالا فهمتيني زعما سي انا جالس في لافريك جالس في لافريك فهمتيني ما تابعنيش خدمه حاليا ما تابعنيش خدمه الاغلبيه ديال الدراري اللي في المنتخب دابا حاليا دراري صحابي زعما كنهضر معاهم بزاف حكي ما تلاقيتي به ولا مازال مازال ما تلاقيناش الدراري ما تقدرش تلاقى الدراري فهمتيني باسكو سي ان بو غالير ما صعيب تلاقى الدراري غالي ستوريك كتبقى كنهضروا في ميساجات لعيبه باش ما تبغيش تفورسي عليهم تقول لهم الدراري نتلاقاو كدا لا 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 بونو لا حكيمي لا نيف ممنوع من عندك اللي تدخل عندهم فوالا فهمتيني سي نورمال فهمتيني كاين كوفيد كاين بزاف لعيباش هنايا عاوتاني هنايا واحد جوج كيقول لك بنادم لعاب فيه كوفيد فيه كوفيد راه مساكن الناس ديال الكومور راه عانوا في هاد اللعيبه هادي 12 واحد كوفيد واش تقدر تلقى باللي سته ولا خمسه ميم تلقى واحد كاع يمكن اللي فيه ما كتعرفش ما با سافواغ فهمتي بلاندو هنايا اونيفي هاد المشاكل كامله تا الدراري في المغرب زعما صراحه المنتخب انا كريزيدون في لوطيل مونفيبي زعما نفس لوطيل اللي فيهم داكشي كيبان عندهم واحد ليسباس ديالهم بوحدهم بحال قلتي الريسبسيون بلوكاوها لهم بوحدهم فهمتيني ما زيرو تخلاط
شوف باش ما نطولش عليك اخويا طه، المنتخب كيفاش كتشوفوا غيلعب امام مصر الا تاهلنا، واش كتشوف قادرين نديو هاد لاكوب؟ شوف راه نقول لك نقول لك حاجه وحده، انا بعدا بيرسونيلمون لافي ديالي جوبونس هاد ليفيكتيف وهاد المنتخب هذا جوبونس هو اول منتخب غنامن به فريمون من 2004. عمرك ديبلاسيتي مع المنتخب واقع؟ لا جامي. جا اول مره؟ لا اول مره. فهمتي انا من 2004 ما تبعتش المنتخب، ما تبعتوش داك كتبع كتشوفهم لاعبين فوالا كتشوف حاتم عمر خرج ديسك لعيبات، مي باش نمشي نتفرج شي لعيبات ما فهمتش علاش ضحكتو مال حاتم عمر صافي كضحك فهمتيني زعما، مي باش نجي هكا ما يخرجش ديسك على المنتخب خويا يخسر ولا تنديو الكاس ديو لاكوب نخرج جي داو والله شر خرج شي ديسك بالله. خويا كريم انت المنتخب كيفاش كتشوفوا الماتش ضد مصر ايضا، واش غنقدروا نديو هاد لاكوب ولا لا؟ خويا نقرو انا ديجا زعما واصلين لهذا النيفو بعدا كسروا واحد العقده كانت عندنا من 2004 ديجا هاد اللعيبه هاد لو بوين ديال اننا دزنا الكارد فينال بعدا راضين عليهم اوطون كو بوبليك الماروكان واللعيبه واحد اللعيبه المهم حنا اوطون كو بوبليك ماروكان راضين عليهم النيفو باش لاعبين تبارك الله عليهم مزيانين ونتمنوا ان شاء الله فهمتي ما بغيتش نقول شي كلمه ولا شي حاجه نتمنوا لهم الخير نتمنوا الخير حنا المهم حنا هنا معاهم معاهم في السراء والضراء هادشي اللي غنقول لك وي خويا كريم تا كلمه الاخرى انا الكلمه الاخرى اللي غنقول هي شوف فينال دينا ما ديناش ريسبي للدراري صح ريسبي من راس الراس من المدرب حتى التريتور فهمتيني زعما من الرجوله ريسبي لهم كاملين باسكو فريمون donner de l'espoir c'est un truc qui est صعيب c'est pas donné à n'importe qui de donner de l'espoir تعطي الامل هكا صعيب الدراري عطاونا الامل انا بعدا باش عطيني الامل ولينا متفائلين بهذا المنتخب انه غيمشي بعيد انا بعدا كبنادم عادي الامل باش تعطيني الامل بشي لعيبه صعيب فهمتش بغيت نقول لك صراحه مآمن بهم ديال بصح مآمن بالقدرات ديالهم مآمن ب ب ب, ب, ب كنقول لك باللي في بونتوش اللي كيلعب مآمن بكل شيء الا تأهلوا غتبقى بيان سور لا فينال لا بيان سور ان شاء الله بيان سور فكان عندي كونسير انايا لو 5 فيفري كان عندي اكادير مي دابا ما غيحلوا الحدود حتى لو 7 دونك ما نقدرش نرجع غالبا غيكون ريبورتي غتسمح فيه قبل المنتخب ماشي حتى غنسمح فيه ما عنديش كندير دابا هما المنتخب نهار الحد ما كملوش يلاه غنبغي نرجع ما عنديش كندير فهمتي هذا ميساج للعابه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غيشوفوا هذا لا فيديو طه جانا باش يشجعكم لذلك ما تخيبوش الدم ديالو وفوزوا باللقب خويا طه كيما بديتي ليا لا فيديو سالي انت فوالا سيتي الكراندي طوطو سيدي محمد عشيرس كريمس دراري ان شاء الله ربع الدراري ولاد باب الله الدراري ولاد باب الله جايين تفرجوا ويتوب على كاع مشاهدينا الكرام شكرا لكم الى اللقاء يتوب على كاع المغاربه كاع المغاربه